استاذ عصام هنا عشان بس ناخد هنا امراض الانتخابات، في استخدام مال سياسي، في بلطجة بنلاقيها في الانتخابات، في عصبيات عائلية، يعني عائلات ما بتبصش بقى للكفاءة، لا المحافظ لازم يجي من عائلتنا، كل دي أمراض هنعاني منها يعني. تمام. وطبعا الشعب المصري النهاردة في بقى في ثقافة، النهاردة الشعب واعي ودايما بيحسن الاختيار، والمال السياسي أنا أعتقد إن ما عادش ليه مجال في الانتخابات نهائيا، في أي انتخابات اللي فاتت دي أو أي انتخابات قادمة ما عادش المال السياسي ليه دور نهائي. على فكرة الشعب واعي جدا. لا يمكن. أنا بقول لحضرتك يعني طيلة السنوات ما ده أقرأ حتى مذكرات خالد محي الدين أقول لك أنا مؤمن بالدموكراسية لكن عارف إن من عيوبها ما أصبحش القاتلة أن يمكن أن تشتغل أصوات وسيظل ذلك موجودا. لا يعني. ما أصبحش بالقوة الماضية حاليا وفي اللي جاي. لا المال السياسي حتى لو له دور بسيط جدا على فكرة ده. وبالنسبة للمحافظ يعني كيف يترسم هذا يا أستاذ عصام مع ضيق العيش؟ نقول لحضرتك أصلا يعني معلش بقت في ضيق أكتر من مما سبق. كل ما بتزيد المشاكل الاقتصادية والمعيشية يستخدم المال السياسي. هناك تناسب طردي يعني بين استخدام المال وبين حاجة الناس. الناس محتاجة يبقى في مال. ضيق ذات اليد. لا المواطن المصري أنا مراهن عليه انه مواطن. احنا لا نقولش على الاطلاق يا فهمني بس يا فندم. النهارده في حاجه في شريحه موجوده. ده يعني ليس اتهاما، هي امراض انتخابيه موجوده مش عند الجماعه. مش معنى ان في ناس بتاخد كده يبقى ده يصيب كل الناس. لا بالظبط بالظبط كده. لا يصيب الجميع يعني. الاغلبيه العظمى الاغلبيه لا هتختار صح، لان المحافظ ده لو تم اختياره بمعرفه اهل المحافظه مواطن المحافظه. طيب لا خلينا ناخد بسرعه قبل ما اسمع تعليقين كمان استاذ اخد بس استاذ احمد غربية. أستاذ أحمد اتفضل. مساء الخير يا واجبي. مساء الخير اتفضل أستاذ أحمد بسرعة. خلينا نتفق أن المحافظ في أي إقليم مسؤول عن المواطن من أول ما يتولد، من أول شهادة ميلاد لشهادة الوفاة، وما بينهما الصرف الصحي والري والصرف وأخلافه. والمحافظ الإقليم بيشتغل بالإنابة، يعني ما عندوش قرار مستقل، ودي عورة كبيرة في حق المحافظ. نمرة ثلاثة، أنا عاوز أتكلم معاك بمنتهى الأمانة يا واجبي وفي وجود سليمان بجودة. لازم نفعل المادة بتاعة الدستور في التعدية الحزبية والنشر الأحزاب السياسية، لأن النائب من أول المحليات للمحافظ لأعضاء للنواب لابد أن يمتلكوا خلفية سياسية. وحضرتك عارف هذا الكلام كويس، وسليمان بيقول عارف هذا الكلام كويس. فإحنا عاوزين نفس نتنفس فيه عشان نبقى زي الدول المحترمة. ده كل الرجاء طبعا. إنما يعني المال السياسي والمال السياسي والعصبية الأهلية طبعا هو موت السياسة في مصر، جمود الأحزاب السياسية، كل ده قضايا لازم نناقشها يعني، ونشوف ازاي فعلا زي ما انت بتقول نتيح العمل السياسي بشكل أكبر.